السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي نوف الشنيفي، محاضر في قسم علوم الحاسب في جامعة الملك سعود، ومشرف في برنامج موهبة الإثراء البحثي. بالنسبة لبرنامج موهبة الإثراء البحثي، من اسم البرنامج يهدف البرنامج، وهدفنا في البرنامج هو إثراء الطالبة معرفيا، من ناحية إعطائها المعرفة الكافية اللي تحتاجها من أساسيات ومهارات البحث العلمي. بالنسبة لطالبات موهبة، حقيقة لامسنا في الطالبات الشغف وحب المعرفة وحب التعلم وحب تعلم الأشياء الجديدة وحب المعرفة وحب القراءة. فجميع هذه العناصر عناصر جدا مهمة في أي باحث. هدفنا في هذا البرنامج، بما أنه تخصصنا تخصص الحاسب الآلي، ولا يخفى على الكثير أن الحاسب كتخصص هو تخصص عميق ويتطلب معرفة كبيرة، فكان أحد أهداف البرنامج تهيئة الطالبة بإعطائها معلومات والخلفية اللي تحتاجها في الحاسب الآلي، من تعلم الآلة، من مهارات الذكاء الاصطناعي، وذلك يساعد الطالبة للانطلاق في العمل على البحث العلمي. التجربة بشكل عام هي صراحة تعتبر تجربة استثنائية، تحقيق الأهداف والحصول على أحد المخرجات وهو مقترح بحثي من قبل الطالبات، فهذا بحد ذاته يعتبر إنجاز كبير للطالبات. العمل على بحث وكتابة مقترح بحثي، فهذا يعتبر إنجاز كبير للطالبات في المدة الزمنية القصيرة هذه. فوراء هذا البرنامج فريق كبير متكامل ومجهود كبير جدا، بدءا برئيسة البرنامج ونائب رئيس البرنامج والطالبات المتطوعات واللجان التنظيمية، وطبعا الجهد الكبير من المشرفين البرنامج والتوجيهات اللي وفروها مشرفات البرنامج للطالبات، والدعم المباشر والدعم الدائم مع الطالبات أدى إلى تحقيق هذا الأهداف والوصول إلى هذا المخرجات.